طيب منصور، الدوسري معنا في الكونفرنس روم، عطى تعليقك على هذا القرار الدوسري. معنا الكونفرنس روم. السلام عليكم. تفضل. عليكم السلام. قبل ما يبدا حياك الله محمد دوسري. يا محمد دوسري. هلا والله. محمد فيري ما طلبتك. كلمة واحدة بس. ما طلبتك لا. طالب. ما عندي وقت. محمد دوسري. تفضل. كلمة واحدة وطالب. معلش آسف يا محمد. طلب. آسف. لا ترد. واحد منكم يكون في الكونفرنس روم. أنا بطلع لكن طلبة واحدة. لحظة، واحد منكم في الكونفرنس روم. أنا بطلع. محمد دوسري أنت ولا بفيري؟ أسعد الله صباحكم من كل خيرات ومسرات. الحمد لله على السلامة يا محمد. الله يسلمك ويطول عمرك. أول شيء يبارك لك العودة من البرايم. الله يبارك في أيامك. الشيء الثاني، واضح أن الإدارة كانت زعلانة منك في موضوع التأخر وخصمت عليك هذا الخصم وسحبت منك الحصانة ورحلتك البرايم مرة ثانية. حلو الكلام. الكلام اللي انقال مع صاحب القرار يا محمد، يعني انا ما ابغى ينعاد مره ثانيه عشان بس حفاظا على وقتنا ووقت الجاهدين. محمد، ليش الاداره كانت يعني جاده معك في هذه الخطوه؟ اولا يا طويل العمر، ان كان على العقاب فانا عوقب ثلاث عقوبات. ان كانهم عاقبون الاداره فدخلوني المره الاولى للبرايم ودخلت. لا تتكلم عن الخروج الاخير الان. الخروج الاخير، ان كان على الخروج الاخير دخلوني، انا ما حضرت نمونه ودخلوني للبرايم. في البرايم يذبح كل شيء يروح. جاني الان صاحب القرار. لا تكلم عن هذا، عن هذا الان. الان انت برايم صح؟ اي برايم. الان انت مرحل البرايم. انا طالب الان برفع هذه العقوبه، كيف يعطيني ثلاث عقوبات؟ طيب في خط الآن واحد. انا قاعد اقول لك الان انت محمد مرحل البرايم وسحبين منك الحصانه. صلى رسول الله. اولا ان كان على صاحب الحصانه. انت محمد تشوف الاداره كانت قاسيه معك في القرار؟ نعم قاسيه معي في هذا القرار، لان اولا وانت ما تستحق العقوبه. تسمح لي أتكلم؟ تفضل. الله يطول عمرك يرضى عليك. إن كانها على العقوبة فأنا عوقبت ومدخلت البراي، فالآن أنا عوقبت عقوبتين زيادة على عقوبة البراي، سحب الكرت، سحب الحصانة، والشيء الثالث قال ترحيل براي. هو بإمكانه يخصم علي. كيف يدخلك براي وانت عندك حصان؟ لازم يسحب الحصان. سحب الحصانة ما له حق فيها، هو اللي حق اللي يسويه، لأن سحب الحصانة يخل بسياسة البرنامج، يخل بسياسة عضو اللجنة الدكتور نايف رشدان. عادي زيك زي أي متسابق. وهو داخلها الآن شهر ونص، وعطانيها الدكتور الحبيب الغالي القدير قدس الله سره دكتور نايف رشدان. ومن قال لك، ومن قال لك إن إذا أعطاك، ومن قال لك إذا اللجنة أعطتك قرار كرت الحصانة معناه إن صاحب القرار ما يقدر ينفذ؟ هل شد أعطيتهم هذه السياسة وقلت خذوا الكروت دخلوا تبغون؟ من قال لك إن صاحب القرار ما يستطيع سحب هذه الحصانة حتى لو كانت باللجنة؟ منو اللي قال؟ يعطيني خصم، يخصم علي أنا كاني تأخرت في المجيء، خصم علي، خصم أنا أعرف من 1500. لا تناقش العقوبة، ناقش المخالفة. ايوه صدق، وكلام منصور فعلا المخالفة. انت ليش تأخرت؟ كيف البرايم؟ هل على التأخير؟ من كان على التأخير؟ هل تعلم؟ يوم كامل يا محمد اخصم خصم يوم الكامل 1500 اخصم. مو أول مرة يا محمد تكرر منك. هل تعلم؟ أنا دخلت البرايم. هل تعلم يا سيدي الفاضل أن محمد أنا دخلت البرايم تواصل مع الشباب في الإدارة حتى يحضر تلك الليلة؟ قال لهم ابشروا حاضر سحنا. كلم سعود لو سمحت تعاني الليل، لو سمحت تعاني الليل، حلو، اللي هي ليله تصبح السبت، يعني يوم الجمعه ليله السبت، يوم النمنه، يوم النمنه. هي قبل النمنه كذا يا سيدي، انت عندك نمنه المفروض تحضر، يعني انت عندك نمنه، تعال لازم تجي، تقدر لازم تحضر الليله، ما قلت لازم تحضر. قال طيب جاء قبل البرايم يمكن باربع ساعات. تسمح لي طالب؟ هذه الحلقة كانت لذلك كان عراها عقوبة مستحقة. المتسابقين يحسبون أن الحصانة تجعله يتجاوز. محمد أنت الآن حرمت قرار صاحب القرار أن يدخل كبرايم، لا يستطيع أن يدخل كبرايم إلا بسحب الحصانة بكل بساطة واختيار. أنتم معطينه الكرت يعطيه الرجال اللي يبغاه. صحيح. وبيض الله وجهه، عطاني اياه وقال يستاهل البيض الرفيع المقام محمد الوافي عساه يزيد طيبه. وانت وجهه وتوقيع. وانت تستاهل يا محمد، يستاهل الطيب. أعطاك الكرت لأنك تستاهل وصاحب القرار صاحبها لأنك تستاهل. صل على رسول الله. وتأكد يا محمد لو ما كان عندك كرت حصانة ربما كان استبعدوك من البرنامج، فأنا أقول الحمد لله أنها جت على كده. لا غير صحيح، أنت دخلتني برايم مرة الأولى. أنا أتمنى أنك استمعت. ما لا دخل المرة الأولى، ما لا دخل، أنت كررت الخطأ. هو أخذني ثلاث عقوبات الآن بأي حق؟ محمد ساعد كررت الخطأ طبيعي. ثلاث عقوبات يا طويل. من قال لك، من قال لك أن الخطأ اللي فات؟ وش فايدة الخطأ اللي فات محسوب تكرر؟ الكرت وش فايدته الآن؟ تراكم أخطاء يا محمد، تراكم أخطاء، تراكم أخطاء، تراكم أخطاء عليك. أخطاء عاقبتني عليها. دقيقة دقيقة، أولا سالفة الكرت، الكرت أنت استفدت من نصفه.
يعني نصفه اللي ارجع كبس، انت استفدت من نصفه. لا هو فايدته يحمل البرايم القادم وانت ويخرجك البرايم اللي راح، ما عاد حد يقدر يقول لك البرايم القادم ممتاز خلاص، لكن البرايم الجاي لازم تدخل برايم، هو قرار برايم بمجرد يقولك برايم الغي سقط الكرت. هذه نقطه. طيب النقطه الثانيه، النقطه الثانيه اشوف انا النقطه الثانيه وهي الختاميه اشوف يا استاذ. طيب اسمع، لا اله الا الله يا مسلم، انا والله ودي، انا والله اشوف ان العقوبات اللي جت على محمد الدوسري ظلم. صح محمد الدوسري ظلم، لانه والله يستحق استبعاد، لان زياده عدد في البرنامج في سوان به يعني راح ولا جاء ما اخذ بدل هنا، هذا الرقم الاول. الرقم الثاني لان اخذ ثاني مخالفه شامه، انا ما اقول لك ان زياده عدد. لا محمد ترى اول ما نزلت العملات محمد كان عمله ذهبيه واعترض عليها، كان تفاعله رائع جدا. لا اعترض عليها، من اللي اعترض؟ اخي انا اعترضنا ولا اختلفنا، اخذ ذهبي يا جماعه، وثناء سلطان الخيري وثناء سعد القحطاني. فانا كنت اتمنى بصراحه، انا محمد انا كنت اتمنى ان يكتفي صاحب القرار بسحب الحصانه، لكن بدون ما يرحل ابراهيم، بدون ما يخصم عليه 1000 ثانيه، لانه الحصانه هي شيء كبير حصل عليه فتسحب منه. الثلاث العقوبات ارى اشوف انها عقوبات، يعني كانت ارى اشوف انها اقصى عقوبات صارت في البرنامج على متسابق عنده حصانه، ولكن اتمنى محمد انه يرجع من البرايم. انا الحصانه هذه ان شاء الله انها ما تروح باذن الله ما تنام عينه. كيف يعني؟ ان شاء الله انها ما تروح باذن الله ما تنام عينه. قصدك في طال عمركم من عند سعود العتيبي ومن غير تقدير الدكتور نايف بن رشدان اللي ما له شغل. لا دقيقه ما له دخل الدكتور نايف، خلاص اعطاك الكرت بيض الله وجه. ليش تسحبه؟ لك تستاهل. كيف استاهل؟ انت عاقبتني دخلتني برايم. تستحق، انت تستحق يا استاذي الفاضل. اقسم علي دقيقه، البرايم اللي راح يا حبيبي، اقسم علي البرايم اللي راح دخلت عشان درجاتك، البرايم اللي جاي ما في مشكله، انا درجاتي من باذن الله باذن الله. محمد الدوسري اسمح لي، محمد الدوسري تسمح لي، محمد الدوسري تفضل. انت تملك الموهبه، تملك الحضور، لكنك مزاجي، وفي كثير من الاحيان ما تحترم آلية المسابقة ولا تحترم العطاءات والتقدير اللي قدمها لك سعود العتيبي كثير من الأحيان. مرتين صراحة مرتين. ما احترمت هذا كله، ولو أنا مكانه وقسم بالله أحط نفس القرار. وإن كان تأخرت يطول العمر مرتين دخلت. لا لا مرتين ما احترمت هذا كله، يقدرك مرتين في أسبوع. هذا آخرين وأنا ما تأخرت يطول العمر. داخل ليش؟ ما هي ايش داخل؟ ايش بتسوي لي؟ لا داخلين الأمر عارض. بس المسابقة عندك. شكرا لك يا محمد، يعطيك العافية. شكرا. أعطوني خالد شمران يا شباب. أعطوني اللي بعده، ما في تفاهم. والله الوقت ثاني، أعطوني.